زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، مكملين نحكيو على مقابلة السي اس اس والكلوب بعد ما سمعنا التصريحات من الكلوب وكذلك من السي اس اس. معنا بالتليفون المدرب والمحلل الفني وجدي السيد، نحكيو معاه على المقابلة نتاع اليوم وهزيمة الكلوب التي ثقيلة شوية كمام 3-0. سي وجدي اهلا بيك. اهلا بيك سلام، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا بيك سي وجدي، ما يشغل ثقيلة. شوف سلام، سيفري معنا بون، كان كانت هزيمة 1-0 ممكن كانت تتعدى يعني، لكن ثلاثة هزيمة نادي الافريقي ما يجموش يخسر بسكور كبير، وانا نتصور انه ثلاثة يعني شوية صعيبة قاسية على النادي الافريقي. لكن معنا كما نرجع للماتش ونرجع للظروف نتاع الماتش وظروف النادي الافريقي، يعني بالنسبة لي أنا كان شيء منتظر يعني، وأنه النادي الإفريقي نجم من هذا النادي الإفريقي، لأنه الفريق وضعه صعيب برشا من جميع النواحي، زادا يعني إداريا وفنيا وماليا وكل شيء صعيب. ما يلزمش يتغر الجمهور تاع النادي الإفريقي ولا حتى الملاعبية والمسؤولين بالنتيجة تاع شبيب قيروان. رد فعل اللاعبين ضد شبيب قيروان كان رد فعل يعني ايجابي جدا، وعملوا معناها فهمتني رياكسيون باهيه وجابوا الماتش، لكن ما يلزمش يكون هذاك المقياس يعني، فهمتني مش هو مباراه شبيبه ماهيش المقياس، لانه ظرف النادي صعيب ومدرب يخدم في ظروف صعيبه برشا واللاعبين صغار عديد الغيابات، فهمتني كما نقول لك يعني ثم بعض اللاعبين يكونوا اول مره يلعبوا في ملعب طيب المهيري، ما ماتش صعيب عليهم شويه، ما زيد البدايه الصعيبه نتاع الماتش يعني دون ما بدات المباراه يعني في بدايه الماتش يعني قبل الفريق هدف، ما نحبش نحمل المسؤوليه لحتى حد لا للحارس لا غيره، ديما في قبول الاهداف انا ديما نكون مسؤوليه جماعيه. اما كمام سي وجدي خلوش خاطر المقابله الثانيه على التوالي عاطف التخيل اليوم عمناوي كان عمل سيزون كبيره، عاطف الناس كلها شدنا به سناب، ظهر المشاكل يمكن تكون اثرت عليه مشاكل في الفريق. صحيح، شوف حارس رافي بعض الاحيان الاخطاء نتاعه وقت اللي يجي خطا واحد على 7 ولا 8 مباريات يعني يبان خطا كبير برشا، لكن في بعض الاحيان الحارس ينجم يكون مش في نهار وينجم يكون متعدي بفتره صعيبه. هنا مدرب الحراس ومدرب المسؤول على الفريق، مدرب الاول من البريميير انترينور مدرب الحراس، ثم تشاور بيناتهم ونشوفوا معناها اذا كان من المستحسن يجموا يرتبوا معناها عاد تدخيلي، والا يرفعوا لهم معنوياته ويعاودوا يخدم اكثر ويزيدوا يعطيوه الثقه. هنا هذه امور معناها اعطاء الثقه في اللاعب في الحارس مرمى معناها المره الثانيه على التوالي رغم الاخطاء، يعني هذا يعود للاطار الفني بصراحه، لانه يعرف نفسية يعرف شنو الساعش عنده على البنك ظن، ويعرف شكون اللاعب اللي نجم يعوض عاطف، وعاطف بيدو اسكو هو قابل، نعرف عاطف تعدى ما تعدى بفترة صعبة برشا في الماضي أو القريب حتى مش حتى البعيد، تعدى بظروف صعبة برشا ويمكن ما تعدى بها حتى حارس مرمى في تونس، الإصابات اللي صارت له ومشاكل واحد وكل شيء، برغم ذلك رجع وعدانا يعني سيزون معناها اكسترا اوردينير وكل شيء، ما لازمناش نكونوا قاسيين معاه برشا. الفريق كل ما كانش باهي والحارس ما عاونش الفريق، دونك ما لازمناش نعملوا اكسبسيون ونحطوا اللوم كله على الحارس، لانه حراس شفت وشفت انت البلبولي بالخبره نتاعه وكل شيء، خبره سنين هذا ومنتخب ومن شنو، شفت كيفاش معناها كان سبب في هزيمه النجم الساحلي. صحيح. دونك ما نحبش انا ديما في نظرتي للامور يعني وقت الخساره ما لازمناش نحطوا ديما الخساره على سي وجدي نجم نحملوا مسؤوليه المدرب في البدايه متعثر الكلوب، والا ما نجموش نحاسبوه في ظل الكم الهائل من الشبان والليفيكتيف الليميتي، نجموا نحملوا مسؤوليه والا لا لسعد الدريدي؟ شوف النادي الافريقي اجمالا من ناحيه النتائج ما ثماش نتائج كبيره متوسطه للغايه يعني في البدايه هذه، ظني انتصار على شبيب القيروان وتعادل وهزيمه يعني متوسطه من ناحيه النتائج، من ناحيه الاداء ما شفناش اداء كبير باستثناء رد الفعل اللي صار بعد الهدف الاول ضد شبيب القيروان ورجوع الفريق في النتيجه وكل شيء، وكانت المباراه صارت اون ديبلاسمون وكان ثم يعني اندفاع كبير برشا وكان ثم معناها حماس من اللاعبين وغني وهزيمه كبيره، لكن تكتيكيا الفريق ما شفناش حاجه، ما شفناش يعني بصمة نتاع المدرب، مش هذا السبب نتاع المدرب، لكن غياب الافكتيف معناها تري ريدوي اللي عنده
والظروف اللي خلته معناها يستنجد بلاعبين شبان فيهم عمره شكون 17 وشكون 18 فهمني شكون يعني لاعبين صغار توا تقريبا اللي يلعبوا اليوم ابار دو ولا ترو جوار يعني كيما انتم يحيى وكيما يعني ثم الاغلبيه نتاع الفريق كلهم صغار في العمر فما نجموش نلوموا برشا على المدرب لكن نتصور انه المدرب ما عطيهوش وقت يرجعوا اللاعبين المنتدبين فهمي تتحل مشاكل اللاعبين الكل وقت نجموا نحكم على المدرب بعد ممكن شهر من اكتمال صفوف الفريق كله ما نجموش نكونوا خاسين برشا كما قلت لك على المدرب ايضا راهو قاعد يخدم بريدي مانيش مدافع عليه انا لكن قاعد يخدم في ظروف صعيبه جدا يعني سينو ما نجموش نحيو سي واجدي استحقاق السي اس اس اليوم بلوك جديد منتدبين جدد شفنا اللي بيسول عمل ماتش كبير اليوم ايضا السي اس اس ممتاز عنده امكانيات ممتازه ان شاء الله يكمل هكا راهو احنا مشكلتنا راهو ديما يكون تنفحوا في ساعة وكن تغشوا ونولي واسعب منا ما ماش يعني يزيدوا نعطيوه الوقت ونشوفوه معنا مش خطر برد في ماتش فهمني نقوله معنا انت ده بنازح فهمني يزم يزيد يأكد الشيء ذا احنا شفنا في النادي الافريقي كيفاش الولايد ادم قرب يعني عدى مباراة جيدة ضد شريط القاهرة اليوم ما شفناه شيء كل يعني تتكلم عليه خايف اللاعبين اظن اللي ينجحوا يعني واللي عندهم امكانيات طيبة ما يجبش نغلطوهم في رواحهم صحيح انا اللوم على جمهور النادي الافريقي حاجة وانه عمل اكستريم في النادي الافريقي يعني الفريق وقت اللي ينهزم معناها يسب الجمهور غضبهم نتاعو كل على بعض العناصر المعينة يعني ولما يفوز جمهور النادي الافريقي احنا كيما نقولوا نهبلوا وقت الفرحه ونهبلوا وقت الخساره ما لازمش يجي شويه اعتدال شويه فهمني واحد يشد روحه شويه ما يتسرعش في الحكم على اللاعب وقت اللي يكون ممتاز صحيح يقدم مباراه ممتازه وما نكونوش قاسيين برشا على اللاعبين شبان هذوما وقت اللي ينهزموا يعطيك الصحه لازم نحميوهم اللاعبين الصغار لازمهم حمايه وراهو الحمايه تجي من الاطار الفني من الإطار الإداري أيضا الإطار الإداري ها موش لاهي توا هو لاهي في أمور أخرى لكن الإطار الفني على الأقل مطلوب منه باش يزيد يقف مع اللاعبين أكثر ويحميهم خاصة وقت الهزائم صحيح يعطيك الصحة شكرا لك سي واجدي السيد المدرب والمحلل الفني على كل التفاصيل اللي مديتنا بها فدوى تركي جيكم في الأخبار بعد نستقبله في آخر جزء من حصتنا اليوم أنيسنا